كمالا. المركز الثالث شاهين الفيصل بن طالب بن شريم، تهانينا والناموس. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل أينما كنتم، أجدد لكم التحية والترحيب مرة ثانية مع هذه الجولات المستمرة في هذا الشوط، الشوط يحمل معاه المهجنات الأصايل، فئة الجعدان، المسافة المحددة من نادي دبي لسباق الهجن 5 كيلومترات. على بركة الله ننتقل إلى المقدمة لنتابع طريقنا مع المركز الأول سلهوت صالح بن خلفان بن راشد الغفلي من يشاركنا في هذا المهرجان الكبير. المركز الثاني صوغان عوض بن حمد بن عيلان الاشتبي من اتانا على المركز الثاني. والمركز الثالث اشوف هناك جسار وطالب بن سالم بن شريم على المركز الثالث، والنقلة التالية على المركز الرابع اللي هو برزان جابر بن متعب بن حمد بن مخدنس المري منخس المري، والنقلة التالية على المد بن محمد بن بيات الرميثي على المركز الأول، ولكن الثاني ظبيان علي بن راهد بن محمد المري في ثاني المراكز. الشوف الملازم بيرتفع إلى رتبة نقيب، الروح الروح روح يا راعي الملازم، حرك حرك لأنك أنت في موقع الريادة، في موقع السيادة، في موقع الأمان. نهني حمد بن محمد بن حمد بن بيات الرميثي على هذا الانتصار الذي تحقق وصل رايد، تهانينا والناموس. المركز الثاني علي بن راهد بن محمد المري، المركز الثالث صالح بن خلفان الغفلي، المركز الرابع علي بن فراج المري، والمركز الخامس راشد بن منين الشمس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، نعود بأحلى التهاني والناموس لحمد بن حمد بن بيات الرميثي ب7 دقائق 57 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الانتصار الذي تحقق في هذه الجولة. المركز الثاني وصل ظبيان علي براهيم بن محمد المري ب7 دقائق 58 ثانية و2 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.